طيب ممتاز. طيب بداية راح نتكلم عن ويندوز 8. ويندوز 8 هو اللي الآن أنا الحين شغال من هذا الويندوز 8 الجديد. الويندوز 8 الجديد فيه خصائص كثيرة، لو تشوفون في بار طلع اللي يسار من هنا هو عبارة عن تاتش، أنا بأصبعي طبعا يمكن يبين عندكم أقدر إيش أشوف الستارت سكرين من هنا، أسوي بحث الجهاز أو أروح للإعدادات ويطلع لي الساعة، ومن هنا على اليسار أقدر أسوي كذا يمين يسار يطلع لي إيش البرامج المفتوحة. إيش اللي اختلف ويندوز 8 عن ويندوز السابق؟ ويندوز السابق كان فيه ديسكتوب هذا اللي هو هذا طبعا الديسكتوب اللي تعرفونه، لكن في ويندوز 8 عندنا ديسكتوب ثاني اللي هو يسمونه المترو اللي هو هذا المربعات زي ما تشوفون، ما ادري اذا طالع عندكم ولا لا، اتوقع انه طالع عندكم او انه يسوي بس على الديسكتوب. اي فالمربعات هذه هي اسمها مترو، مترو سكرين. مترو سكرين هذه فيها تطبيقات، تطبيقات مثل طريقة الايباد والاندرويد. خلينا نشوف تطبيق الشرق الاوسط، الان قاعد يسوي لود من الشرق الاوسط. هذا تطبيق مترو تاتش يقوم يحمل الاخبار من جهة الشرق الاوسط، اقدر اقرا الاخبار. هذه تطبيقات، هي تطبيقات تاتش مثل طريقة الايباد والاندرويد، نسميها مترو او ويندوز 8 ابس. فاحنا اللي راح نتكلم عنه اليوم كيف ان تطبيقات مثل هذه، التطبيقات اللي تطلع على السكرين او التطبيقات اللسته اللي طلع لك لسته جميع التطبيقات الموجوده هنا. هذه تطبيقات الميزه فيها انها تشتغل على لابتوبات ويندوز 8 والتابلت ايضا، التابلت مثل ايباد، عندنا تابلت مثل ديل اسوس تلقونها في جرير، في محلات كثيرة موجودة في السعودية. وهذه تطبيقات ميزتها أنها تاتش سهلة الاستخدام. هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم، كيف ممكن نسوي تطبيق مثل هذه بدون حاجة إلى تعلم برمجة. طيب اللي يعرفون برمجة كيف ممكن يسوونه؟ بالفيجوال ستوديو، اللي يعرف فيجوال ستوديو يبرمج بالسي شارب. في عندنا مصادر كثير بالنت مثل مايكروسوفت فيرتشوال أكاديمي تقدروا تطلعون عليها كيف إنه ممكن تبرمجون الأشياء تطبيقات مثل هذه بالبرمجة السي شارب. اللي ما يعرفون برمجة، مايكروسوفت قبل تقريبا شهرين أصدرنا تطبيق جديد اسمه بروجكت سيانا. ايش هو بروجكت سيانا؟ خليني بس اصغر الشاشه هنا عشان اطلع لكم المتصفح. هذا بروجكت سيانا وهو على الويندوز 8.1 يسمح لك ان تطبيقات على الويندوز 8.1. بالنسبه للاسئله يا شباب راح نخليها اخر شيء. بالنسبه للاسر راح اخلي قبل ما نروح البروجكت سينا ايضا لازم نشرح انه في تطبيق في ويندوز 8 وويندوز 8.1. ايش الفرق بين 8 وال 8.1؟ 8.1 هو اخر تحديث للويندوز 8، فالويندوز 8 اللي استخدموه قبل هو نفس الطريقه، بس الويندوز 8.1 فيه تحديثات اكثر مثل الخلفيه الموجوده ورا، مثل الليسته هذه تكون مرتبه بشكل افضل. فاللي راح نتكلم عنه اليوم هو ال 8.1، واللي عندهم 8 يا شباب وبنات لازم تحدثون ال 8.1 تستفيد درس هذا وتطبيقات على ال 8.1. فعشان نبدا في الشرح، هذا بروجكت سيانا هو عباره عن تطبيق تقدرون تزورونه من اللينك راح اكتبه لكم الان هنا اللي هو AAS Project CA. تروحون لهذا اللينك راح يعطيكم Project Sienna. خلينا نكتبه بطريقة افضل يا شباب، بالنسبه للصوت عنده مو واضح يقدر يتصل بالتليفون زي ما الاخت نور قاعده تشرح. اوكي طيب عشان نكمل، بروجكت سينا هو تطبيق على الويندوز 8. فلو اروح انا للستور عندي في الويندوز 8 راح احصل هذا التطبيق اللي هو بروجكت سينا، او اروح من عند المتجر في الويندوز 8.1 ستور
بعدين اروح لسيرش او بحث اذا كان عندك عربي وتكتب بروجكت. بروجكت راح يطلع لك هذا هو اللي شكله بالبنفسجي. عفوا عندي بطيء شوي. مش هذا عفوا اللي هو هذا التطبيق. تحملون التطبيق هذا عندكم في الـ 8.1 وبعدين تفتحونه من الديسكتوب في لسة البرامج المفتوحة اللي هو هذا التطبيق. طبعا أنا فاتح من قبل، خليني بسكره وافتحه مرة ثانية عشان نعمل مشروع جديد. فهذا التطبيق اللي تشوفونه هنا مايكروسوفت، هذا تطبيق جديد عملناه في مايكروسوفت. طبعا بيتا يعني لكنه الآن يعني في المرحلة الحالية هو تطبيق يعني في حالة جيدة أن تصلح برامج فيها محتويات. فهذا بروجكت سيانا زي ما تشوفون الآن. بروجكت سيانا يعطيك شاشة التطبيق اللي تبغى تسويه. الشاشة البيضة هذه اللي تشوفها تشوفونها قدامكم هي تعطيك القابلية أنك تشوف التطبيق حقك. بس ما راح الشات أساس إنه بشوف بتأكد بس إنه كل شيء طيب. أنا راح أكون في التطبيق فما راح أشوف، ما أقدر راح أقدر أشوف الشات. إن شاء الله إنكم تكونوا متابعين. بعدين راح نرجع في نهاية المحاضرة نأخذ الأسئلة. اللي عنده أي سؤال يخليه لآخر المحاضرة. طيب نرجع لبروجكت سيانا. فعشان بس نعطيكم الحين فكرة على بروجكت سيانا. هذه المنطقة البيضاء هي المكان اللي راح أسوي فيه الأبليكيشن. وزي ما تشوفون هنا سكرين اللي هي الشاشة. أنا عندي الشاشة واحدة هنا الآن في بروجكت سيانا. في عندكم هذا الزائد هذا راح يعطيك أدوات بحيث أنك تصمم التطبيق حقك. مثلا عندك ليبل اللي هو نص أو يعني عنوان أقدر أسميه مثلا عنوان التطبيق هنا مثلا، وأقدر مثلا أغير السايز حقه. أروح لديزاين السايز أخليه مثلا مقاس 43 أو 30. نوع الخط أقدر بولد ثقيل أو نحيف. لون العنوان أقدر أخليه أخضر. فأقدر ألعب في خاصية العنوان. هذه خاصية العنوان. عندنا خاصية الزر. فإذا تبغى تحط زر في برنامجك هذا الزر مجرد دراج اند دروب وتقدر ترجع تسميه مثلا موافق. مثلا تقدر تغير أشكاله وتغير الألوان حقته. فعندنا أدوات هنا كثيرة جدا. يعني مثلا حتى ممكن أحط صورة غير مقاسها. أروح لإيمج وأضيف صورة جديدة. مثلا راح أضيف بشعار النصر كذا. أقدر أضيف صورة للتطبيق. أقدر مثلا أحط جاليري مجموعة صور. أقدر أحط فيديو. أقدر أحط صوت. أقدر أحط كاميرا. ايش الكاميرا؟ هي اللي نشغل كاميرا الجهاز. طبعا الحين ما يطلع لي اكس لانه ما في عليه تصريح يعني بيرميشن. بس لما تشغل لما نبرمج التطبيق نقدر نحط كاميرا زي مثلا ما تسوي بسكايب برنامج سكايب. تقدر هنا تحط هذه خاصيه الكاميرا انك تشغل الكاميرا. في عندنا مثلا البن. اذا جهازك التابلت معاه قلم وتبغى تخلي مثلا مكان توقع فيه او تشخبط فيه هذا مربع يعطيك الخاصيه هذه انك ايش تضيف الخاصيه هذه في تطبيقك. خليني بس أحذفه. وفي عندنا خاصية تقل سويتش. هذه بس مجرد مفتاح زي أن أوف. إذا تبغى تحط خاصية معينة تسوي فيها أن أوف أو ترفع الصوت مثلا. فهذه كنترول معين. فهذه أدوات يعطيك إياها البرنامج أو حتى مايكروفون إذا تبغى تسجل بحيث أنك إيش تسهل لك عملية برمجة التطبيق حقك. كمان في خاصية حلوة في بروجكت اللي هي جلب معلومات. يعني مصدر معلومات. إذا عندك موقع خلنا نقول أو نعم موقع وعندك في RSS. إذا تعرفون RSS خليني أرجع للشاشة. تعرفون ال RSS اللي هو تغذية المواقع. تقدر تجيب هذه المعلومات للتطبيق حقك او عندك ملف اكسل مثلا. فمثلا خلينا نروح مثلا موقع عالم التقنية. اعتقد تعرفون موقع عالم التقنية. وخلينا نروح للارسس حقته.
اللي ما يعرفون RSS ممكن تبحثون عنه في النت، ما في وقت الحين نشرحه، بس اللي يعرف اعتقد اتمنى ان تكون معروفة عندكم يعني اغلبكم. فهذه RSS تبع عالم التقنية، اللي هي صيغة برمجية لعرض مواضيع عالم التقنية. فاقدر اسوي بس كوبي لينك هنا واروح لي هنا، ارجع البروجكت عفوا، بعدين نروح نضغط بزر اليمين او نسحب من فوق ونروح فايل، بعدين داتا سورسز. هنا داتا سورسز هي مصدر، نقدر ندخل اي معلومات الموقع، نقدر ندخلها من ملف اكسل اذا عندك موقع في اجور، واللي ما يعرفون اجور ممكن تحضرون لنا محاضرات لاحقا راح نشرحها عنها، او عندك اي بي اي، اللي ما يعرفون اي بي اي ايضا يمكن برمجيين متخصصين يعرفون ايش الاي بي اي، اللي هي يعني لجلب المعلومات من الموقع، او ار اس اس فيد يمكن اغلبكم يعرف ار اس اس فيد، او اذا عندك موقع شير بوينت تقدر تجيب معلومات لموقعك. فعندنا مثلا هنا موقع RSS، نحط RSS تبع عالم التقنية ونحط import data. لو تلاحظون الموقع البرنامج يسحب في موقع عالم التقنية، فسحب لي اللينكات حقت المواضيع، التعليقات، عناوين المواضيع، آخر المواضيع الموجودة في عالم التقنية، المحتوى الموضوع، القسم الموضوع، من كاتب الموضوع وتاريخه. أقدر أستخدم هذه المعلومات في إني إيش أسوي تطبيق. فراح اللي راح نسويه بعد شوي، راح نبني تطبيق عن الأندية. خلينا نسوي تطبيق، نسوي مثلا دليل الأندية، اوكي. فخلينا نرجع الديسكتوب. قبل المحاضرة أنا وش سويت؟ رحت الإنترنت ورحت جمعت معلومات عن الأندية وحطيتها في ملف عندي. فمثلاً أنت تبغى تسوي موقع برنامج اسمه دليل الأندية، فرحت جمعت صور عن نادي الهلال، نادي النصر، نادي الاتحاد، وبين جمعت معلومات عنهم من الإنترنت، يعني مثلاً شرح وش هو نادي الهلال جبته من ويكيبيديا، جبت شرح عن نادي الاتحاد، جبت شرح عن نادي النصر. فهذه المعلومات قمت بتجميعها على اساس بسوي عن دليل الانديه. حلو. شباب، هل الى الان كل شيء واضح؟ اللي عندهم مشكله في الصوت اعتذر جدا، يعني اتمنى ان الحلول اعطيكم يا اخت نور ان تنحل، بس اللي معنا شابكين ان شاء الله ان الامور واضحه لحد الان. ممتاز ممتاز. طيب، فالحين انا جمعت هذه المعلومات عن الانديه وابغى اسوي تطبيق اسمه مثلا دليل الانديه. راح ارجع لبروجكت سينا، راح اعرف هذه الاشياء. خلنا نسوي تطبيق جديد، راح اضيف عنوان للتطبيق اسميه دليل الانديه. خلي العنوان حجمه مثلا 50، خلي لونه، خلي نحيف، خلي لونه مثلا ازرق، ممكن كبره شوي احسن. طيب، فاضفت هنا عنوان، بعدين راح اضيف صوره، صور للانديه. فراح احط ايمج صوره، احط الصوره مثلا هنا، راح اوسعها شوي. بعدين راح اسوي عندي انا ثلاث انديه حاليا في جهازي، الهلال، النصر، الاتحاد، واللي يشجعون انديه ثانيه لا يزعلون علينا، بس هذا مثال. راح اسوي كوبي بعدين بيست مره ثانيه، راح يعطيني مربع ثاني. ولو تلاحظون يساعدك في الترتيب، تشوفون في خطوط بنفسجيه تساعد في الترتيب وعمل المقاسات الصحيحه للصور. فراح اسوي كوبي مره ثانيه وراح احط ايش بيست مره ثانيه هنا، وكذا صار عندي ثلاث صور. يمكن مقاسات ما هي مضبوطة مرة، الحين ضبط لي يا سينا، وعشان تكون مضبوطة مرة أقدر أحدد الثلاثة كلها بكنترول، أضغط كنترول يحدد لي الثلاثة مع بعض، أصغرهم شوية، كذا صار عندي مقاسات مضبوطة للصور. أبغى أحط في الصورة الأولى هنا صورة نادي الهلال، أروح لإيمج، أد إيمج، بعدين أروح لمكان الصور وأختار شعار نادي الهلال وأحط أضغط أوكي، كذا أضاف لي شعار نادي الهلال. أروح للي بعده، النصر مثلا، اوكي، اعطاني شعار النصر. اروح للي بعده،
image أحط الاتحاد مثلا وهكذا أعطاني نادي الاتحاد. فصار عندي الآن شاشة أولى فيها شعارات الأندية. اللي أبغى أسويه الآن إني لما أضغط على شعار نادي معين إني وديني صفحة ثانية فيها معلومات معلومات النادي. خليني بس أرجع للشات عشان أشوف إذا كان كل شيء تمام. طيب أتوقع إن شاء الله كل شيء تمام. اللي عندهم مشاكل في الصوت يعني نعتذر مرة ثانية. بس أتمنى نحدد الآن كل. طيب نرجع مرة ثانية. ممتاز. راح نرجع للبرنامج الآن. الآن نبغى نسوي شاشة ثانية صح ولا لا؟ طيب عشان نضيف شاشة ثانية احنا لو تلاحظون هنا عندي بس سكرين 1، عندي شاشة واحدة بس، فراح اضغط بالزر اليمين او اسحب من فوق واحط شيء اسمه اد سكرين، راح اضيف شاشة ثانية كذا شاشة ثانية فارغة. الشاشة الثانية هذه ابغى فيها عنوان يكون مثلا راح اسوي شاشة نادي الهلال، راح اسوي مربع واكتب فيه نادي الهلال، راح اخلي مقاسه زي العنوان السابق 50، خليه نحيف واللون ازرق. راح اضيف صورة النادي فريق، صورة الفريق على اليسار الحجم هذا مثلا تكون كبيرة. اختار الصورة add image واختار صورة الفريق، حطيت صورة الفريق وراح احط شرح عن النادي. بالنسبة راح في عندنا شيء اسمه لا اله الا الله عفوا هو نفسه ليبل صحيح مش ليبل، راح نحط ليبل نوسعه. راح ارجع للدوب، في عندي انا هنا جمعت معلومات قال عن النص، راح اسوي له كابي بعدين ارجع للتطبيق وراح اسوي له بيست. الخط صغير طيب نكبره ما في مشكله، نخليه مثلا بدل 11 نخليه مثلا خلنا نقول 15 او 14، 15 افضل. حلو. طيب فصار عندي الحين شاشة ثانية. كيف أربط بين الشاشة الأولى والشاشة الثانية؟ لو أرجع للشاشة الأولى أبغى إذا ضغطت على نادي الهلال يوديني لشاشة الهلال، فإيش راح أسوي؟ راح أضغط على الصورة بعدين أروح on select. on select هو اللي يعطي إيش تفاعل الشيء اللي أنت ضغطت عليه. فon select لما أنا أضغط عليه أبغى navigate، يعني بمعنى إنه يروح، يروح لوين؟ يطالع لي شاشة يقول لي تبغى تروح للشاشة الأولى ولا الشاشة الثانية؟ أقول أروح للشاشة الثانية وأسكر. لو أسوي تست الآن أضغط على الصورة أظن أنه وداني للصورة الثانية مباشرة. فخلينا نسوي تست للأبليكيشن. عشان نسوي تست للأبليكيشن أضغط بالزر اليمين أو أسحب من فوق روح بعدين بريفيو كذا. عفوا خليني بس أرجع الشاشة الأولى. كذا اشتغل التطبيق عندي وأروح أضغط بالتاتش أو بالماوس راح يوديني للشاشة الثانية. طيب عندي مشكلة أنا الحين، كيف أرجع من الشاشة الثانية للشاشة الأولى؟ الحين تورطت، الحين أبغى أرجع للصفحة الأولى عشان أشوف الأندية الباقية. هذه الحركة كيف نسويها؟ نرجع للتطبيق، نروح لآد، بعدين نروح للأشكال. عندنا هنا شيبس، أشكال تقدر تحط مربع دائرة أشكال معينة. عندنا هنا زر الخلف، الرجوع للخلف، باك أرو، اللي شكله هذا الشكل. ولو تلاحظ أن البرنامج راح على طول يعطيك المقاسات حيث أنك تضبطه، فتقدر تحطه هنا مثلاً. وبعدين تضغط عليه وتقول on select ترجع لوين؟ للشاشة الأولى screen 1. خلينا نسوي الآن اختبار راح أسوي preview بعد أضغط على نادي الهلال فتح لي والله نادي الهلال معلومات عن نادي الهلال، راح أضغط وراء رجعني للصفحة الأولى. كذا احنا سوينا تطبيق بسيط جدا عن ثلاث أندية. طبعا خليني ارجع بس الشات. طبعا زي ما تلاحظون انا الحين سويت شاشه لنادي الهلال، فاذا جيت اسوي مثلا لنادي الاتحاد ونادي النصر كيف راح اسوي؟ راح اسوي شاشه ثانيه وراح اسوي شاشه ثالثه وراح اسوي تكرار في هذه المعلومات صح ولا لا؟ معي يا شباب؟ اريد ابني تطبيق بالطريقه هذه، احط صوره وصوره وصوره
وراح وراح يعني بياخذ مننا وقت صح ولا لا؟ طيب بروجكت سي ان ال زي ما وريتكم يعني قبل شوي انه يقدر ياخذ داتا سورسز مصادر معلومات. من مصادر المعلومات اللي ممكن ياخذها اللي هي اكسل شيت. ففي طريقه سريعه جدا ان نسوي العمليه هذه بدون تكرار. كيف نسوي ملف اكسل ونحط تيبل، مش ان تحبون الاكسل على طول لا، تروح لانسيرت وتحطون تيبل معين وتسمون هذا تحطون فيه المعلومات اللي تبغون تحطونها في التطبيق. فانا في هذا التيبل وش حطيت؟ حطيت اسم الانديه اللي عندي، حطيت الشعارات حقتهم اللي هو وين الشعارات حقتهم عندي في الجهاز، فموجود صورة الهلال مثلا في Pictures, Lectures, Project Sienna هذه موجودة عندي في الجهاز. بعدين الصورة الكبيرة اللي حطيناها في الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثانية هذا المسار حقها، وبعدين شرح النادي كتبته هنا كامل، فصار عندي ملف إكسل في هذه المعلومات كاملة. جميل. أنا أرجع بعد ما صلحت ملف الإكسل هذا أقدر أرجع لبروجكت سيانا وأحذف الأشياء هذه، أروح لفايل سورسز، وبعدين راح أجيب ملف الإكسل اللي سويته. وين ملف الإكسل موجود؟ راح أدور عليه. هذا هو. راح أسوي open، أسوي أختار التيبل اللي سويته اللي هو كلابس الأندية، وأسوي import data. لو تلاحظون بروجكت سينا على جاب الصور الموجودة في الجهاز، جاب الصور كلها، جاب الشروحات، جاب كل شيء. فصار عندي الحين جدول جاهز في جميع المعلومات. الآن كيف أقدر أستخدم الجدول هذا بحيث أني أسوي تطبيق بشكل بسرعة بطريقة سريعة؟ أقدر أرجع الآن وأروح إضافة وراح أضيف شيء اسمه جاليري. مو قبل شوي أضفنا صورة وبعدين صورة وبعدين صورة، لا الحين راح نضيف شيء اسمه جاليري. الجاليري مجموعة صور يعطيك إياها على طول جاهزة. فحنا نبغى نضيف مجموعة صور بعناوين اللي هي Image Gallery with Caption أو Image Gallery الحالة أو Image طولي، في عندك كثيرة. راح نختار هذا اللي هو Image Gallery with Caption، معناته إنه جاليري معرض صور بعناوين. راح أضغط عليه راح يضيف لي هذا الكنترول. هذا الكنترول يعطيك الخاصية إنك تحط صور على كيفك وكل صورة لها عنوان. الآن أبغى أربط الجاليري هذا بالإكسل شيت أو المعلومات اللي جبناها. الطريقة سهلة جدا، تروح تضغط على الكنترول، بعدين تروح لأيتيمز، بعدين روح لأد داتا سورس. حنا سوينا أضفنا الكلابس اللي هو الإكسل شيت عليها، على طول تلاحظون أنه على طول جاب المعلومات دايركتلي، فهم شاف وين الصورة وجابها. إذا تبغى تغير الصورة مثلا، نبغى نغير الصورة نخليها صورة الأندية، نقدر نغيرها كده مباشرة أو نحط الشعار. بالنسبة للعنوان، إحنا ما نبغى العنوان اللي هو شرح النادي، لا نبغاه نبغاه أن يكون عنوان النادي اللي هو النيم اللي كان في الإكسل شيت النيم. فهذه الطريقة على طول عملت شعارات الأندية بشكل سريع جدا. لو أسوي تست للأبليكيشن تلاحظون انه هذا تاتش وسواليها مباشرة بدون الحاجة اني اسوي صورة صورة واضيف صورة صورة للتطبيق. طيب انا راح بس ارجع الشات بفترة فترة عشان ما احس اني مثلا مقطوع او شيء. طيب الى الان واضح يا شباب كيف اننا سحبنا المعلومات من ملف الاكسل وحطينا صفحة واضح. طيب عشان اعيد مره ثانيه، راح اعيد مره ثانيه حركه الاكسل. طيب لو سمحت ما تقطع لي الصوره فقط. طيب اللي عندهم مشكله انا نعتذر جدا، ان في مشاكل من عندكم هي، احنا عموما عندنا ناس يعني شغاله عندهم تمام، اللي ما عندهم شغاله ففي مشكله عندهم في اعدادات اللينك. بس الحين عشان بس ارجع مره ثانيه اشرح الخطوه اللي عملتها. بدال ما احنا نجمع المعلومات ونحط صوره نحطها في ملف إكسل شيت. بس في ملاحظة هنا، لازم المعلومات تكون مرتبة في جدول. إيش هو الجدول؟ إنك تروح إنسيرت تحط تيبل، يعني مثلا تحدد منطقة زي كذا وتحط تيبل وتقول له أوكي راح يسوي لي جدول هنا. بعدين تعبي المعلومات هذه اللي تبغاها عن الأندية حقتك أو مثلا أكلات الطبخ، أي ما في التطبيق عندك تعبيها في جدول. فأنا سويت جدول قبل، عبيت فيه المعلومات التالية، إنه الاسم
نادي الهلال شعار النادي موجودة في هذا المكان في الجهاز، وأن صورة الفريق أعضاء الفريق موجودة اسمها بيكتشر وموجودة في هذا المكان، وأن الشرح موجود في هذا المكان. رحنا للتطبيق، رحنا لداتا سورسز، جمعت هذه من داتا سورسز، هو طبعا جايبه تحط بس زائد، تروح للإكسل وتجيب الملف، بعد كذا تحط داتا جاليري وتسحب الملفات لي. فبهذه الطريقة من الصفحة الأولى. حلوين؟ طيب الآن زي ما سأل أخوي زيد هل ترتبط الصفحة الثانية، الآن راح نشوف كيف نسوي الصفحة الثانية وكيف نربطها لكل الأندية مباشرة بدون ما نسوي صفحة 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 صفحة. مو قبل شوي احنا سوينا صفحة للهلال، ولازم نسوي صفحة للنصر، ولازم نسوي صفحة للاتحاد، صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ بس الآن راح نوريكم طريقة يعني كيف تسوونها بخطوة واحدة. راح نرجع ترتيب الصور، هل 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 اتحكم فيه؟ تتحكمين فيه يا روان عن طريق الاكسل شيت. في الاكسل شيت هي حسب الاكسل شيت هو يترتب. مثلا لو حطيت نادي الاتحاد ثاني واحد راح يجي الاتحاد ثاني واحد، واضح؟ طيب بس هذا كان سؤال سريع عشان نوضح هذا. طيب الان في صوت. الو. طيب الان نرجع للتطبيق، راح نسوي الصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه راح نخلي هنا العنوان بدل هو نادي الهلال، نضغط على التكست وراح يطلع لنا خيار جديد اسمه Gallery One Selected، هذا خيار برمجي. مجرد ما تضغط عليه راح يعطي خيارات، هل تبغى أنت تحط فيه اسم النادي ولا الشرح حقه ولا الشعار حقه ولا الصورة حقته. راح أحط نيم من الملف الاكسل، راح أحط النيم، راح على طول التطبيق جاب لي اسم النادي، أنا ما كتبت اسم النادي هذا الهلال، هو اللي جاب التطبيق. وهذه الصورة لو نغيرها الآن نروح لإيمج، نفس الشيء أعطاني Gallery One Selected، هذا الخيار احفظوه دائما، يطلع لكم خيار فيه علامة تعجب وعليه وبعده كلمة Selected، اختاروه. نفس الشيء يقول لي وش تبغى تحط فيه، تبغى تحط فيه شعار النادي ولا تبغى تحط فيه صورة النادي ولا تبغى تحط كلام النادي. أبغى أحط فيه صورة النادي. طيب الآن الشرح اللي هنا راح أغيره أيضا، نروح مرة ثانية List، راح أحط اللي هو هل أحط مثلا اسم النادي، شوف طلع لي نادي الهلال، أو شرح النادي، لا شرح النادي. جميل. الآن المفاجأة، لو أروح الآن للصفحة الأولى وشغل التطبيق وأضغط على نادي الهلال، عفوا ما ربطت، نسيت أربطها، فطبعا بالشاشة الثانية نروح Unselect إنه نافيجيت إلى الشاشة الثانية. جميل. فأروح أسوي Preview، راح أضغط عليه راح يوديني لنادي نادي الهلال. ضغطت على نادي النصر على مباشرة برنامج وسوي نادي النصر بدون ما أنا أسويها. لو أروح ورا وأضغط على نادي الاتحاد مثلا على طول مباشرة شغل لي معلومات نادي الاتحاد. فبهذه الطريقة شوف كم دقيقة برمجة التطبيق بشكل سريع، كيف عملنا تطبيق مباشرة للأندية بدون ما إيش نسوي صورة ونركبها من ملف أكسل شيت، بس على طول ربطها. دعاء ربطها كلها، ربط نادي الهلال وربط نادي النصر وربط نادي الاتحاد. نعم زيد تربط بس واحدة، إذا عندك ملف أكسل شيت راح تربط واحدة بس، وهو البرنامج راح يفهم ويربط الباقي لك. طيب الآن إيش حلاوة الحركة هذه؟ بس دقيقة عشان عفوا بس دقيقة. طيب باك الحين إيش حلاوة الحركة هذه؟ طيب أفرض بعدين أبغى أضيف نادي الأهلي مثلا، صح ولا لا؟ خلينا مثلا أو أضيف نادي الشباب، راح أروح الإنترنت وراح أدور على صور مثلا نادي الأهلي، هذا شعار نادي الأهلي سيف، راح احط انا مسوي لي سيف طبعا قبل، بس راح اسوي لي سيف مثلا هنا، راح اروح بعدين ادور صوره لاعضاء نادي الاهلي واسوي لها سيف، واسوي لها سيف عندي في الجهاز. طيب وبعدين راح اروح ويكيبيديا مثلا واروح النادي الاهلي كوبي بيست
فسوي كوبي بيست، بعدين راح اروح للاكسل شيت، راح اروح للاكسل شيت راح اضيف بس نادي الاهلي، راح اكتب نادي الاهلي، راح احط شرح النادي هنا جميل، بعدين يبغالي احط الصور حقه النادي، اروح للصور راح اضغط شيفت بعدين بالزر اليمين عشان ننسخ عنوان الملف اللي هو copy as path، راح احط هنا شعار النادي هذا المسار حق شعار النادي، بعدين راح اروح للصورة الجماعية للفريق واضغط شيفت وبالزر اليمين وبعدين انسخ المسار صورة، حط مسار الصورة هنا، راح اسوي سيف للملف. جميل يا شباب، واضح الحين اضفنا نادي الاهلي صح ولا لا معي؟ طيب الان راح اوريكم المفاجاه، راح نرجع للتطبيق، راح فايل بعدين داتا سورسز، راح نحدث ملف الاكسل، راح شفتوا الملف الريفرش هذا، راح راح يسوي يطلع لي مرة ثانية، أضغط import data مرة ثانية، يحمل مرة ثانية، أضاف لي نادي الأهلي هنا صح ولا لا، لأن أضفت معلومات قبل شوية. الآن أرجع للتطبيق، لو أشغل التطبيق أرجع للصف أشغل التطبيق، إيش طلع عندي؟ نادي الأهلي مباشرة بدون ما سويت ولا شيء، لو أضغط عليه على طول طلع لي معلومات نادي الأهلي. ومجرد ما أضفت بس بملف إكسل شيت سويت تطبيق بمعلومات وصور، أقدر حتى أقدر أسوي أشياء أكثر بالمناسبة. بس هذا إيش عن إيش ممكن حنا نسوي بسينا بهذا المشروع الجديد من مايكروسوفت. كل مرة أضيف في ملف الإكسل المعلومات اللي أبغاها اروح اسوي ريفرش، راح يعطيني تطبيق جاهز في المعلومات وكل شيء موجود فيه. طيب الان صار عندنا تطبيق في معلومات الانديه، راح ابغى اسوي ابغى اصدره كتطبيق بحيث انه احد ثاني صديق لي يستخدمه، او حتى انشره على الستور اللي هو المتجر التطبيقات حق مايكروسوفت. كيف اسوي الشيء هذا؟ طريقه سهله، نروح لبروجكت سينا، نروح الفايل، بعدين في عندنا شيء اسمه ببلش. ببلش هذا اللي هو يجمع لك التطبيق مع بعض وايش ويصدره كملف واحد. نروح نكتب مثلا، طبعا اسم البرنامج لازم يكون بالانجليزي لانه احنا حاليا النسخه بيتا من 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 سيانا، ان شاء الله ندعم الاسم اسم التطبيق يكون عربي المره الجايه، بس حاليا الاسم الانجليزي. راح اسميه مثلا سعودي كلوبس، وراح اغير مثلا الشعار اخليه مثلا اخضر، واقدر اغير حتى صورته، لو عندك صوره معينه تقدر تحط غير الصوره معينه. هنا في خطوه مهمه جدا، ان في هنا تحت ريسورسز ببلش ريسورسز لوكلي، ايش معنى الخيار هذا؟ لازم تحطه عليه صح. هذا معناته لو تطبيقك فيه صور وفيه معلومات، هل تبغى البرنامج ينحفظ بدون المعلومات هذه ويشغلها على اساس انه مشغلها من عندك، ولا تبغاها يجمعها كلها مع بعض زي ملف مضغوط انه يكون خاص انت لما تعطيه لاحد ثاني صديق ينسخ معها الصور وينسخ مع المعلومات. فعشان ننسخ المعلومات هذه كلها في باكج واحد لازم نحط صح على الخيار هذا، فتاكدوا دائما تحطون صح على الخيار هذا. طيب نضغط على ببلش، نروح المكان اللي نبغى نسوي فيه ببلش، مثلا بحفظه في المكان هذا. راح اسوي ببلش، الان قاعد يسوي عمليه انشاء تطبيق لي. ننتظر دقائق بس، الان عملنا تطبيق او بك لاصدار تطبيق بلا صح. راح اروح مكانه اللي هو هذا ببلش باكج، صار عندي هنا باكج اسمه انستول اب، ضغط عليه مرتين راح يعطيني خيارين، اما اني انا اسوي انستول للتطبيق هذا في جهازي
أو أسوي ملف اسمه أبيكس بحيث أن يعطيه لأحد ثاني يشغله، أو إذا أبيكس أنا أقدر أرفعه في الستور. الجماعة الشباب اللي عندهم حساب في متجر مايكروسوفت للمطورين أو ديفلوبر يسوي خيار هذا بحيث أنه بعدين يرفعه على الستور، وكذا يقدر ينشر التطبيق لكل الناس على الستور، يقدر يحملونه على الويندوز 8 عند أي واحد عنده ويندوز 8. فراح اختار هذا install on this PC اللي هو تثبيت التطبيق على الجهاز عندي، راح احط next، انتظر شوية يحمل التطبيق. نعم في يا شباب اللي بالنسبة اللي ما قدر يحضر، في تسجيل المحاضرة بالمناسبة وراح نرسل لكم اياه بعدين. اخوي عبد الرحمن، التطبيق ليس بصيغة EXE، التطبيق بصيغة Apex، وهذا تطبيق جديد. EXE اللي تشوفه انت الحين ما هو التطبيق نفسه، هذا الانستورل اللي يسوي انستول بس. فالان انا سويت انستول للتطبيق على الجهاز عندي، اروح للديسكتوب، بروح تحت هنا والقى انه عندي تطبيق اسمه ساو كلابس زي ما تشوفونه هنا الاخضر، اضغط عليه راح يشغل لي تطبيق. وهكذا صار عندي تطبيق عن الأندية السعودية في الأندية، أقدر أطلع نادي النصر وأقرأ عنه، أرجع الوراء نادي الأهلي أقرأ معلومات عنه، وهكذا صار عندي تطبيق ويندوز 8 بالسهولة هذه. هل تقدر تعدل الابليكيشن بعد ما أحفظه؟ طبعا تقدر مشروع وتسوي فايل تسوي سيف أز، تحفظ المشروع عندك، وتقدر تحفظ المشروع يكون بس هنا. فمثلا عندي بسمي هذا كلابس أندية، راح احفظه في ليكتشرز مثلا، سيف، وكذا صار عندي المشروع محفوظ. لو اسكر هذا سيانا وارجع افتح سيانا مرة ثانية، اروح الفايل اسوي اوبن، هذا مشروعي السابق اللي اسمه كلابس، انتظر دقيقة يحمل بس. هكذا صار عندي المشروع السابق واقدر ارجع اعدل عليه. فبهذه الطريقة اقدر احفظ المشروع واقدر ارجع بعدين عليه. جميل، كل شيء واضح. بهذه الطريقة دمر مشروع، ولا ما تتخيلون ايش ممكن اسوي مشاريع اكثر حتى. يعني تخيلوا ان عندكم الكاميرا، اقدر اسوي برنامج زي الشات. تخيل عندكم أداة للفيديو، أقدر أسوي برنامج مثل يوتيوب يحط فيديوهات وأشغله. عندي برنامج، عندي كنترول خاص بالمايكروفون، أقدر أخلي الشخص يسجل صوت. كل هذه أشياء كثيرة نقدر نسويها. إذا تبغون تعرفون أفكار وأشياء ممكن تطبيق، عندنا الصفحة هذه، عفواً وينها، عندنا الصفحة هذه عبارة عن مشاريع يعني جميلة جدا. يعني تخيلوا هذا مشروع مثلا جميل جدا، وخلال ما يعرض الفيديو يطلع لك المنتجات اللي موجودة في الفيديو، وبعدين أنا أختار المنتجات وبعدين يطلع لي سلة أنا إيش المنتجات اللي عجبتني في الفيديو. هذا برنامج عن تصميم مثلا بيت، كيف ممكن تصمم بيت وتخلي الناس يشاركون فيه. هذا مثلا عن لعبة أوراق، كل هذه بروجكت سينا تخيلوا. فراح أعطيكم اللينك الآن، هذه فيديوهات جميلة تشرح لكم عن بروجكت سينا، تقدر تشوفون علي. نعم التطبيق بس يشتغل على ويندوز 8.1، ها مش 8 حتى، 8.1. مرة ثانية أكرر، بروجكت سينا والتطبيق خارجة منه لازم تشتغل على ويندوز 8.1. إذا عندك 8 تقدر تحدث 8.1 مجانا، روح للمتجر التطبيقات وتلقى عندك خيار تحديث 8.1. جميل، 8.1 اللي هو آخر إصدار من ويندوز 8، هو تحديثات وتحسينات في ويندوز 8 اللي صدر من فترة قريبة. طيب أعطيكم بعض الملاحظات أساس أنه زي ما شفتوا لما حملنا ملف شيت من فايل داتا سورسز طلع لي صور مباشرة. بعض الأحيان ما راح يطلع لك الصور مباشرة، ليش؟ لأن الصورة ما تكون موجودة في بيكتشرز. بروجكت سينا عشان الصلاحيات هو ما يقدر يدخل إلا على pictures music أو videos. فإذا عندك صور
أو 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 موسيقى أو فيديوهات رابطها في ملف إكسل لازم تكون موجودة تحت الفولدرات هذه، ما تكون في أي مكان في الجهاز. على تونسي حاليا ما في خرائط، بس أتوقع راح نضيفها قريبا إن شاء الله. حاليا في الكنترولز موجودة، ما عندنا مابس، لكن بروجكتي هنا هو نسخة بيتا حاليا، نسخة مبدئية، وراح نطور عليه يمكن ما تقريبا ما له شهر تطبيق. محمد اول ما تشغل التطبيق هو يقول لك تسمح ولا ما تسمح، تقول له اسمح راح يفتح لك اياه مباشره. طيب عشان ما نطول بالاسئله نخليه لاخر شيء، فبس هذه ملاحظه يا شباب انك دائما تذكروا تحطون الفيديوهات هنا في فيديوز او بيكتشرز او ميوزك، ما تحطونها في دوكيومنتس ولا دوكيومنتس ولا اي مكان ثاني، لا لازم تحطونها في الاماكن هذه وتربطونها بعدين في ملف الاكسل. الملاحظه الثانيه، اذا عبيتم معلومات اكسل زي كذا ما راح تشتغل كمان. ليش؟ لازم تكون من نوع تيبل. ايش هو نوع تيبل؟ تروح لانسرت تحط هذا تيبل وتقول مثلا هذه الخانه تكون تيبل وتعبي المعلومات كذا، كذا راح يفهمها بروجكت سينا. اما تعبي المعلومات على طول ما راح يفهمها، راح يقول لك ما حصلت معلومات. لازم تكون من نوع ايش؟ تيبل. فعشان اكتبها مره ثانيه، المعلومات في ملف الاكسل لازم تكون داخل تيبل جدول. وايضا انه الصور الفيديو والفيديوهات والموسيقى لازم تكون في الملفات الأساسية في ويندوز او المجلدات اللي هي pictures, videos وميوزك. واضح؟ اذا حطيت الصور والملفات والفيديوهات برا هذه الفولدرات الثلاثه ما راح يشوفها بروجكت سينا، اللي هي هذه ميوزك pictures وفيديوز. لازم تكون بتمتدد من نوع معين. الاستجلابات المعروفه، الصور المعروفه لا، يعني مش عندنا صور، يعني اي صوره تقريبا راح نقبلها، اي فيديو معروف صيغته معينه نقبلها، الصيغه الغريبه لا، معروفه راح تكون مقبوله. طيب هذا كان كل شيء بالنسبه عن بروجكت سينا اليوم. وابغاكم ترجعون للدروس اللي موجوده اعطيتكم اياها اللينك، راح انسخ اللينك مره ثانيه، وفي طبعا المصادر حقتها لو تسوون داونلود راح يعطيكم الكود، وش الكود؟ يعني الصور، الملفات اللي ملفات الاكسل اللي تحتاجونها بحيث انه ايش تنشرونها في تسوونها بنفسكم وتجربون التطبيق بنفسكم. اتكلم عن مسابقات موجوده عندنا، احنا مسوينها، عندنا مسابقتين حاليا. عندنا مسابقة اسمها العودة إلى المدارس، وهي أنك تسوي تطبيق خاص بالتعليم أو بالمدرسة، يعني مثلا تطبيق عن شرح الرياضيات أو شرح أحياء أو صور مثلا عن حيوانات ومعلومات عنهم، أي شيء خاص تطبيق تعليمي أو مدرسي ممكن تشارك في المسابقة هذه. المسابقة هذه معلوماتها نقدم فيها جوائز جدا قيمة. في نهاية المسابقة راح نشوف التطبيقات، وأفضل تطبيق راح يتسلم في المتجر الويندوز ونرش، راح يفوز بالمركز الأول جهاز لابتوب ويندوز 8، راح نعطي الفائز الأول جهاز لابتوب ويندوز 8. المركز الثاني راح يفوز معنا بجوال ويندوز فون نوكيا لوميا 1520، اللي ما يعرف 1520 هو أفضل جوال عندنا حاليا من نوكيا، جوال كبير جدا، شاشته جدا كبيرة 6 إنش، جدا جميل. والمركز الثالث راح ياخذ قسائم شرائية من أحد المتاجر بقيمة 1000 ريال سعودي. فاللي ما يعرف برمجة يقدر من الحين يسوي برامج تعليمية، محتويات تعليمية، وينشرها على الستور وبعدين يرسلها لنا. المعلومات موجودة هنا، أحط لكم اللينك الآن حق المسابقة هذه. كل المعلومات اللينك كبير مرة دي، بس كل المعلومات كيف تسلم التطبيق، كيف ايش الشروط، معلومات المسابقة كلها تحصلونها في اللينك هذا،
وفي الايميل عشان تعلمنا عن التطبيق حقك. فتقدرون من اليوم اللي ما يعرفون حتى البرمجه يقدرون يستخدمون بروجكت سينا، يسوون لنا تطبيق فيه معلومات ويقدر ينشر على الستور والناس تقدر تحمله وتشوفه وكذا، يقدر ايش انه الناس يقدرون يستخدمونه. هل وصل لكم اللينك يا شباب؟ اتوقع اخت نور ممكن تجاوب على السؤال هذا، هل عادي للجامعه؟ اتوقع للجامعه، احنا نتكلم عموما عن الدراسه. المسابقه تنتهي في ابريل، يعني بقى لها شهر ونص، طبعا فتره طويله شهر ونص. ليش تسوون تطبيق واحد؟ ممكن تسوون اكثر من تطبيق بحيث تزيدون فرصكم في الفوز، وكل ما كان التطبيق مفيد وفي معلومات وترتيبه جيد راح يكون فرصتك بالفوز اعلى بكثير. الاخت نور تقول لكم اي تطبيق تعليمي للمدرسه او الجامعه او غيرها. انا عندي مشكله يمكن ما تطلع اللينكات، علموني يطلع اللينك ولا حق باك سكول. هطلع لكم كل انا عندي كان يعلق شوي. طيب ممتاز. طيب هذا الاعلان الاول. الان ثاني ايضا مسابقة اللي هي اعمل اي تطبيق لويندوز 8 انشره على الستور، واذا وصل 100 داونلود علمنا وراح نعطيك على طول اشتراك اوفيس 365 هوم بريميوم لمدة سنة. راح نعطيك اخر اصدار لنا في بكامل خصائصه، نسخة الهوم بريميوم واشتراك لمدة سنة فيه. المسابقة جدا سهلة، بس تنشر تعمل تطبيق تروح المتجر ويندوز 8 تنشره في الويندوز 8 في المتجر، وبعدين تعلم عنه أصحابك وتتكلم عنه في السوشيال ميديا مثلا إلى ما يوصل 100 داونلود، وراح يطلع لك عندك في الديفلوبر صفحة المطورين في المتجر كم مرة صار له داونلود. إذا وصل 100 داونلود علمنا على الإيميل وراح على طول مايكروسوفت اوفيس مباشرة. خلي احط لكم اللينك حق المسابقة. بالنسبة لل أخ نسيم، حل حساب النشر وحساب عادي ولازم اشتراك؟ طبعا لازم اشتراك، احنا عملنا عليه تخفيض $19 فقط لمدة سنة، أرخص من من أبل طبعا. تقدر تروح للويندوز ستور ديفلوبر وتسجل هناك، وبعدين تبدأ إيش ترفع التطبيقات حقتك من هناك وتنزل في المتجر، ويقدر أي واحد إيش يبدأ يحملها ويسوي لها داونلود. فهل ظهر لكم اللينك الثاني يا شباب؟ المسابقة الثانية، هل طلع لكم اللينك الثاني؟ طيب ممتاز. مسابقتين عندكم تقدرون تشاركون فيها من اليوم. اللي ما يعرف برمجة يقدر يستخدم بروجكت سينا بحيث يقدر يسوي أي تطبيق وينشره هنا ويعلمنا على الإيميلات والشروحات الموجودة هنا في شرح المسابقة، ويفوز معنا كل مسابقتين أو إحداهم. لمعلومات زيادة ممكن تتابعنا على تويتر اللي هو student power طاقات شباب، الفيسبوك اللي هو student.power. هذه الحسابات ننشر فيها آخر المسابقات آخر المحاضرات زي حقتنا اليوم، ونعلمكم إيش الجديد عندنا في مايكروسوفت وإيش ممكن نفيدكم حنا كمطورين ومبرمجين، ونزيد ثقافة فيما يتعلق بويندوز 8 ويندوز فون وويندوز أجور. في عندنا محاضرات قادمة، تابعونا على تويتر على student_power، وراح نعطي محاضرات زي هذه خفيفة لمدة ساعة، نعطيكم فكرة جديدة كيف ممكن تسوون تطبيق أو موقع أو تطبيق ويندوز فون بكل سهولة. أخت نورة أي رابط، عفوا رابط تويتر، خلي أحط، طيب أحط كامل اللي هو تويتر student_power طاقات شبابية. هذا حسابنا على تويتر، كنا فولو. أخت أسير حطبتكم إياه، وهذه هنا راح نعطيكم آخر المعلومات عن المسابقات. طيب باقي عندنا 7 دقائق. آخر شيء بقول لكم إياه، إذا تبغون تسألوني أي أسئلة أو تبغون تعرفون أشياء زيادة ممكن تتابعوني أنا على تويتر وتسألوني الأسئلة مباشرة. أنا أفضل التواصل على تويتر. اللي ما يعرف حسابي هو صالح الزيد، أو أو الاسم اللي هو الزيد تويتر / الزيد. أحط لكم اللينك حق تويتر، إن شاء الله يكون وصل لكم.
twitter.com/azzaid. فاذا احد عنده اي سؤال خاص بويندوز 8 ويندوز فون ويندوز اجور يبغى يعرف معلومات زياده يقدر يتواصل معي على تويتر وراح ان شاء الله اجاوب عليه في وقت قصير. هل اذا طورت برنامج لازم انشره على المتجر عشان احصل على شهاده الحضور؟ ما عندنا شهادة حضور. إذا كان قصدك إنه عشان تشاركين في المسابقة نعم لازم ينشر على على المتجر. إذا عملتوا تطبيق على جهازكم ما راح أحد يستفيد منه، لازم تنشرونه على المتجر وتعطونا اللينك وتعلمونا إنكم نشرتوه على المتجر، وبعد كذا ممكن أنكم تترشحون إنكم تدخلون في المسابقة إما الباك تو سكول أو المسابقة الثانية اللي هي 100 داونلود التطبيق. أخت نور أكدت لي أي تطبيق يتم نشره يحصل على شهادة وإن لم يفز. أي واحد ينشر تطبيق على متجر مايكروسوفت راح يحصل من عندنا على شهادة إنه عمل تطبيق ونشره عندنا الستور، فلازم ينشر عندنا الستور. طيب باقي عندنا 5 دقائق، اللي عنده أي سؤال يتفضل، ممكن نعطي حتى وقت زيادة أساس أننا تأخرنا في البداية. تفضل يا شباب، اللي عنده أي سؤال يتفضل. نبدأ من الآن الأسئلة. طيب أخت غايد تقول عندي سؤال بخصوص مسابقة نجوم الطلاب، هل استخدام برنامج Construct 2 مخالف لشروط المسابقة؟ عفوا ما أدري إيش هو Construct 2. أخت نور هل تعرفين إيش هو Construct 2؟ أنا أول مرة أسمع عنه. إيش هو Construct 2؟ عفوا أخت جايد أنا ما أعرف إيش الكونستركتور، أعتذر عليك. أخت ما على أي أساس يتم تطبيق تطبيق؟ طبعاً حنا عندنا لجنة نقيم التطبيقات بالنسبة للفا اللي فيها مراكز، مركز أول مركز ثاني مركز ثالث، على حسب دقة التطبيق، على حسب المحتويات اللي فيه، على حسب جمال التصميم. عندنا معايير كثيرة حنا كلجنة عندنا طريق يعني يتم اختيار البرنامج مو شخص واحد، وعملنا مسابقات زي هذه كثير قبل. فعندنا كثير معينة، فلازم أن تهتمين بزمان التطبيق بالمعلومات اللي فيه، أن تكون معلومات متناسقة، أن يكون مرتب، هذه الأشياء تزيد من فرصك في الفوز، ويكون في فكرة جديدة أيضا. يعني ممكن موقع برنامج محتويات أو تطبيق محتويات، بس مثلا يكون تطبيق محتويات وفي فكرة في مثلا لعبة، أو يكون في مثلا كاميرا، أو يكون في حاجة جديدة، هذه تزيد فرصك من الفوز. وطبعا عندنا مسابقة ثانية اللي هي 100 داونلود، هذه ما فيها تقييم ما فيها أي شيء، مجرد ما يصير عندك برنامج وصل 100 داونلود على طول راح تحصلين على على نسخة من أوفيس. طيب أخ محمد يقول بس عشان أرجع أنا ماني قادر أشوف الأسئلة لحظة شوي. وين وصلنا؟ طيب أخ محمد، متى تداونلود 8.1 Pro أو Multiple Editions or any version؟ أعتقد تكسب المهم 8.1 ما يهم، المهم أنه 8.1 سواء 8.1 RT أو 8.1 العادي Pro، هذا ما يهم، المهم أنه 8.1. هذا جوابك أخ محمد. السؤال اللي بعده، برنامج تطوير ألعاب غايد، إذا هو يطلع 8.1 يا غايد تطبيق تقدرين تشاركين؟ نعم عادي ما عندنا مشكلة، إذا Construct 2 يطلع تطبيق ويندوز 8.1 نعم تقدرين تشاركين. طيب السؤال اللي بعده، عبد الرحمن الشلبي، بالنسبة لربط البرنامج مع قاعدة بيانات من موقع معين أو من قاعدة موجودة كيف يتم ذلك؟ طيب عندنا طريقتين يا أخ عبد الرحمن، خلينا نرجع البروجكت هنا. من الداتا لو تلاحظين لو أضغط على زائد في عندنا أجر موبايل سيرفيسز، أجر موبايل سيرفيسز فيها داتابيس. إذا أنت عندك موبايل سيرفيسز على أجر راح يأخذ الداتابيس هذه مباشرة ويجيبها لك مباشرة، أو أنك تستخدم إكسل، إكسل يعتبر نوع من الداتابيس إنه بسيطة جداول، أو الريست إذا زي موقع تويتر مثلا عنده API بس ما هي مفتوحة. إذا عندك موقع مفتوح عنده API، إذا تعرف إيش هي API، هذه API مربوطة مباشرة بالداتابيس الموقع، تقدر ترتبط عليها مباشرة من هنا. او حتى شير بوينت، اذا عندك موقع شير بوينت وفي داتابيس يربطها على طول مباشره من هنا. طبعا هو ما ياخذ الداتابيس، ياخذ الاتصال المعلومات بس يقرا منها. او RSS فيد، يعني RSS فيد يعتبر ايضا يعني نوع ما داتابيس، يعني معلومات زي قريت عالم التقنيه جبنا RSS فيد حقته، فهنا جبت المعلومات حقت موقع عالم التقنيه اخر 20 موضوع 30 موضوع عالم التقنيه صارت موجوده عندي هنا كامله. فاتمنى ان هذا جواب لسؤالك اخ عبد الرحمن.
طيب أخ سلطان، نبغى نعرف إيش الفرق جوهري بين بروجكت سيانا والتطوير العادي. طيب بروجكت سيانا يعطيك يعني أدوات جاهزة إنك تبرمج بسرعة، لكن في البرمجة العادية تقدر تبرمج شيء أكبر، يعني تقدر تبرمج ألعاب معقدة، تقدر تبرمج تطبيقات معقدة، يعني برنامج زي سكايب يعني بالشات بمعلومات المتصلين بالترابط اللي فيه ما تقدر تسوي زي بروجكت سيانا، لازم برمجة برمجة. لكن بروجكت سيانا تقدر تسوي برنامج يطلع لك فيديو تتكلم فيه وتكتب كلمتين مثلا. الربط الشات ما تقدر تسوي ربط الشات، لازم تسوي برمجة يعني كبيرة فيه. فبروجكت سيانا للناس اللي ما يعرفون برمجة أو عندهم، أو لرجال الأعمال اللي عندهم إكسل شيت جاهزة، يعني تخيل أنت عندك في العمل أو موظفين عندهم ملفات إكسل شيت كثيرة، صح ولا لا؟ هل ملفات الإكسل شيت هذه أقدر أحولها لبرامج؟ نعم أقدر أحولها لتطبيقات الحين، بس أحط ملف الإكسل شيت هذا عندي في بروجكت سيانا ويلا وأعمل تطبيق، وأقدر أوريه لمديري، أقدر أعرضه بطريقة مختلفة زي ما إحنا كنا نسوي باوربوينت، الحين نسوي تطبيقات تفاعلية، أقدر أحط فيها صور، أحط فيها معلومات، وأضغط تاتش سكرين وأشغل على تابلت. فهذا الفرق الجوهري بين التطوير العادي وبين بروجكت سيانا. جميل. طيب أخذ عزيز باوزير، هذا تطبيق ينفع لتطوير الألعاب؟ في درس بسيط حطيتكم إياه في اللينك اللي هو درس أوراق لعب، بس ما ينفع بشكل كبير، ها يعني مرة 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 محدود، ما تقدر يعني تسوي فيه ألعاب متقدمة، لا ما تقدر تسوي فيه ألعاب مرة قوية، تقدر تسوي فيه أشياء بسيطة جدا. الأخت مريم، هل ممكن أعمل run tools على الويندوز أجور؟ ما ديش تقصدين ب run tools، إذا ممكن تشرحين أكثر برجع لك بعدين. طيب أمل عبد الكريم، بس ما يفرق البرنامج اللي تم صنع فيه التطبيق؟ لا ما يفرق بالنسبة لقصدك المستابقة، لا ما يفرق طبعا، ايش يصلح، اهم شيء ان عندنا في النهاية تطبيق ويندوز 8.1. طيب مها، ابي اعرف هذه المعايير، انا اول مرة اشترك، يمكن اخ نور تقدر تعطيك اياها، انا حتى هي حاضرة عندي كاملة. الاخ علي، تطبيق مفتوح لجميع المجالات ام مخصص لمجال معين؟ لا مفتوح لجميع المجالات طبعا. الاخ حسن، تمام الظاهر في مشكل في 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 مسابقه ممكن المشارك حتى لو كنت بخارج المملكه، حاطين اللينكات وراح نحطها على حسابنا في تويتر، تابعونا على حساب تويتر راح تشوف اللينكات ومعلومات المسابقات هناك. ها روزان السبيعي، هل ممكن اعمل منه لعبه؟ زي ما شرحت السؤال السابق ممكن تعمل اعمال لعبه بسيطه جدا، اللينك اللي حطيتكم اياه قبل وراح نعطيكم اياه ان شاء الله نرسلكم اياه كمان، في لعبه ورق، بس ما تقدر تسوين العاب فيه معقده، لا ما تقدري يعني مره محدود التطبيق. ان شاء الله يمكن نسوي تحديث من بروجكت سيانا بعدين ونخليه معقد اكثر، بس حاليا لا، النسخه الحاليه ما تسوي يعني اشياء كبيره. طيب حسان قاضي، استاذ صالح، ممكن البنك الاول اللي حطيته اللي يعطيك اكواد، اللينك الاول اللي حطيته اللي يعطيك اكواد، قصدك الدروس؟ مره ثانيه احط الشروحات والدروس اللي هو هذا، واللي بالنسبه لسالوا الالعاب في عندنا هنا، شوفوا لعبه ورق موجوده تقدرون تطلعون عليها تشوفون كيف سووها، بس هذه لعبه محدوده جدا يعني. ها طيب انا ضيعت الاسئله، خلينا نرجع مره ثانيه. طيب خيرات، الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه نوره، هذا حسابي في تويتر. نعم حسابي في تويتر. هل يمكن ان اشترك انا وبنتين معي في نفس الابلكيشن؟ نعم عادي يا اخت نوره، ابدا ما عندكم اي مشكله، ممكن تشتركون، وطبعا تتقاسمون في النهايه الجائزه، بس ممكن تشتركون طبعا. عبد الرحمن الشلوي، معك نور، لازم اسمع، لازم ويندوز 8.1 لعمل التطبيق. نعم هذه ملاحظه مهمه، لازم 8.1، اذا عندكم 8 تقدرون تحدثون ل 8.1 مجانا، روحوا للستور للمايكروسوفت ستور للمتجر تلاقون تحديث ويندوز 8.1 مجانا، ياخذ تقريبا نص ساعه بس عشان يسوي التحديث الى 8.1. وجدان، بخصوص المسابقه ينفع اكثر من شخص يعمل ابلكيشن واحد؟ نعم، ويمكن الشخص يعمل اكثر من ابلكيشن. نعم محمد، اقدر اصمم تطبيقات ويندوز فون على سيانا؟ لا، بروجكت سيانا بس لويندوز 8. اذا تبغى فون في عندنا شيء مشابه اسمه اب ستوديو، خليني ادور لك اياه. ويندوز فون اب ستوديو، وهو مش برنامج، هو موقع يصلح لك تطبيق ويندوز
الفون. احنا قد عملنا بالمناسبة محاضرة عن هذا قبل، ارسل انسخ لك اللينك اللي هو اخ محمد، هذا اللينك، هذا برنامج اونلاين، موقع عبارة عن خطوات يصلح لك برنامج ويندوز فون، ومثل سهولة ويندوز سيانا ويمكن اسهل كمان، لان الفون ما يحتاج تعقيدات كثيرة. وفي ناس كثير يعرفهم عملوا تطبيقات مرة كويسة ونشروها على الويندوز فون، والناس الآن تسوي لها داونلود كثيرة. في برنامج، في تطبيق لبرشلونة، فريق برشلونة، معلومات عنه، صور، آخر الأخبار. في برنامج ثاني، تطبيق ثاني عن نادي النصر على الويندوز فون، كلها تصلح بالآب ستوديو هذه، فتقدر تشوفه. وممكن احنا نسوي عنه محاضرة لاحقا إن شاء الله. طيب كيف انزل ويندوز 8 على ويندوز 7 بدون ما امسح 7؟ اخ ناصر، اخ ناصر طبعا لازم تسوي بارتيشن، هذه يبغى لها شغله شويه، يعني ما نقدر نفيدك فيها الان، بس ممكن تدور في الانترنت انه ممكن تسوي بارتيشن ثاني وتحمل ويندوز ثاني، بس راح يصير عندك يعني نظامين وكلهم فيهم ملفات يعني مختلفه، فممكن تسويها. وما ننصح، ننصح انك تجيب لابتوب جديد يكون فيه تاتش، لانه ويندوز 8 تاتش، إذا بدون تاتش راح يتعبك شوي، إذا كان بتاتش راح يكون جميل وراح تستخدمه بسهولة، تستخدم بالكيبورد والماوس والتاتش. طيب أخت أمجاد فاتني كل شيء، في أحد يفيدني في تسجيل؟ إحنا مسجلين المحاضرة، راح نرسل التسجيل إن شاء الله. أخت عود لازم ننشر التطبيق على المواقع التواصل؟ مش لازم، بس عشان توصلون 100 داونلود نقصد، لأن المسابقة الثانية تحتاج إنه توصلون 100 داونلود، إذا نشرتوه على المواقع التواصل إنه يعني ممكن الناس تشوفها أكثر، بس هذه الفكرة يعني. طيب هاجر نفس سؤال ناصر مثل ما جاوبت سلطان، يعطيك العافية، الله يعافيك. أسير الله يعطيك العافية. في لكم روزان في لكم دورات غير هذه؟ نعم، احنا بفترة فترة نسوي دورات زي هذه، وتابعينا على تويتر زي ما قلنا، وراح نعلن عن أي دورات جديدة من هذاك الحساب. طيب أخ محمد في رابط محاضرات السابقة المسجلة؟ ما أدري يا أخ نور، أتوقع أنها موجودة، مش رابط احنا نرسلها، ما ادري اذا موجوده كرابط، اخ نور يمكن تفيدك فيها. طيب كل الاعلانات المحاضرات على نفس الحساب تفيدك؟ نعم، كل اخ دعاء كل الاعلانات على نفس الحساب. نسيم غرابي اقدر احط رابط موقعي وكل ما انزل خبر جديد موقع جديد بالبرنامج؟ نعم، عن طريق الار اس اس، زي ما شفنا بموقع عالم التقنيه، تقنية اسمها الار اس اس تكون موجودة في المدونات، هذه موجودة جاهزة، تاخذ اللينك حق الار اس اس وتحطه في التطبيق بس، وهو بعدين بيحدث كل مرة بيحدث ويجيب لك ايش المعلومات حقته. هل في نية تطرح البرنامج يدعم استرات اكثر من ويندوز وماك في التعديلات الجاية؟ ما اتوقع اخ عبد العزيز، هذا بيكون على 8.1 وطالع، لانه 8.1 هو اخر اصدار وتاتش، وما راح يدعم اي استرات ثانية، والماك ما في تاتش. طبعا تتكلم عن ايباد واندرويد، لا ما ندعمها، احنا ندعم بس ويندوز. طيب دي منى في شهاده تسلمنا بحضور دوره اخ وجدي، اذا نشرت تطبيق على الستور تقدر تراسلنا ونعطيك شهاده انك عملت تطبيق مع، وهذه وتكريم من مايكروسوفت انك عملت تطبيق ونشرته على الستور، مش لانك اذا حضرت محاضره. طيب أخت نور تقول سنرصد رابط دورات المحاضرات القديمة إن شاء الله كذلك على تويتر. آمن إني جاوبت على كل